أهلا بحضراتكم معنا في تاني حواراتنا لهذا الصباح. مين فينا ما بيستخدمش الانترنت دلوقتي؟ مواقع التواصل الاجتماعي زي ما ليها مميزات زي ما ليها عيوب. مواقع التواصل الاجتماعي بقت دلوقتي أهم عند ناس كتيرة يمكن من الأكل والشرب. الناس بقت بتحط حياتها بشكل مكشوف جدا على موقع التواصل الاجتماعي، بتلاقي صاحبك بقت يقول ان هو عيان او ان هو رايح مش عارف فين او جاي منين. مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت في كل حتة وانتشرت في كل حاجة. الموبايلات دلوقتي بقت حديثة جدا، كلها سمارت فونز عشان فكرة التواصل الاجتماعي. فزي ما قلنا التواصل الاجتماعي زي ما ليه مميزات زي ما ليه عيوب، واتكلمنا على الحاجات دي كتير في هذا الصباح، واكيد اتكلمنا في همزة وصل وبرامجنا المنتشرة على مدار اليوم. اخر بحث قدمته ونشرته صحيفة اندبندنت البريطانية قالت فيه ان مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر وجي بلس وغيره تساهم في تبادل المعلومات المغلوطة ونشر فكرة نظر أو أفكار ونظريات المؤامرة، وبتساعد في تضليل المستخدمين. العلماء والباحثين المهتمين بهذا الموضوع والسلوك الإنساني وغيره اكتشفوا أن الناس لما بجيلها معلومات خاصة المغلوطة عن طريق ناس موثوقين معهم من الأصدقاء بياخدوها بشكل على انها صحيحة تماما، وما بيحاولوش يدوروا وراء هذه المعلومة. بتجينا اخبار كتير، بتجينا شائعات كتير بنشوف، ويمكن الفترات اللي فاتت شفنا شائعات موت الفنانين كانت ابسط حاجة ممكن نشوفها، شائعات كتيرة. ويعني زي ما قلنا مواقع التواصل الاجتماعي زي ما بنقدر نستخدمها في الكويس، في ناس بتستخدمها في التضليل والشائعات. عايزين نتكلم عن الموضوع ده وأهمية الأخبار بالذات، لأن احنا بما أننا قناة إخبارية والعالم كله عايش على الخبر وبداية الخبر ونهاية الخبر وسرعة نقل الخبر، خلونا نتكلم على الأخبار الصحيحة والمغلوطة واستخدامها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويشرفني بالحضور الأستاذ عبد الرحمن عثمان رئيس التحالف المصري لحرية الإنترنت، وأيضا هو أستاذنا ومشرف موقع إيجي نيوز الإخباري التابع لقطاع الأخبار. أهلا بحضرتك معنا يا أستاذ عبد الرحمن، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذ عبد الرحمن. يعني أكيد سمعت طبعا الخبر بتاع صحيفة الاندبندنت إن هم بيقولوا إن فكرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمعلومات المغلوطة وانتشارها أكثر من المعلومات الصحيحة وبالذات بين الأصدقاء وغيره. رأيك في المعلومة دي والبحث اللي أصدرته هذه الصحيفة؟ يعني قبل اي حاجه انا هقول ان البحث دوت يعني لم يقدم معلومه جديده. يعني تمام. احنا هنا خاصه هنا في المنطقه العربيه كنا بنتكلم على هذا الامر فترات طويله، بنشكي من اساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وانها اصبحت ساحه مفتوحه للتضليل والدعايه الكاذبه ضد مصر وضد الدول العربيه، ولخلق أجواء يعني لتهويج الشباب وإثارتهم واختلاق مواقف أو أشياء غير موجودة بالمرة. فلما خرج طبعا إحنا هنا زي ما حضرتك بتقول إن إحنا لما بنسمع الخبر ده وتهو سمعناه من جريدة كبيرة بدأنا إن إحنا نصدقه. إنما الغرب كان لما إحنا كنا كدول عربية بنتكلم على هذا الأمر كانوا بينظرون نظرة ان احنا يعني ناس بنحاول ان احنا نكبت الحريات، فعشان كده بنقول هذه الكلمات. هو استاذ عبد الرحمن هم برضو استخدمهم بصراحة، يعني خلينا واقعين وصراحة، هم استخدامهم في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بيختلف تماما عن استخدامنا احنا 24 ساعة قاعدين على الفيسبوك او تويتر. يعني مش عايز اقول لك يعني الواحد يبقى رايح ياكل رايح يتغدى يكتب انا رايح اتغدى، رايح انام داخل انام. هم ما بيعملوش كده، هم بيطمنوا على بعض، بيوصلوا لبعض، بيشيروا شويه صور وحاجات، واستخدامهم مختلف تماما عننا. والله ده موجود عندهم وموجود عندنا، نفس الاساليب موجوده لان احنا بشر. صحيح. البشر بيستخدموا كلنا يعني حتى مطالبنا من وسائل التواصل الاجتماعي واحتياجاتنا فيها كلنا متشابهه. يعني انا زي الامريكي زي الخليجي زي الياباني، كلنا احتياجاتنا ليها كلها واحده، وكلنا استخدامنا ليها هتلاقي لو بتفتح بعض الجروبس اللي بيستخدمها الامريكي لا هي نفس نفس الفكر ونفس الكلام بنتكلم فيه، واحنا كلنا بننقل من بعضينا بقينا بل ان احنا هنا
يعني يمكن الحاجات المسيئه يمكن ما بدأناش نستخدمها الا تقليدا لما يقدمه الغربيون. فيعني دي احنا فعلا الاستخدام الفيسبوك والتويتر بقوا مساحه رهيبه ليس فقط للتضليل العادي بل الحروب الكلاميه. الحروب الكلاميه وحروب المعلومات وحروب الجيل الرابع اللي بنتكلم عليها وضرب الكيانات القائمه باساليب بسيطه جدا وبتصل لكل واحد، لان الفيسبوك والتويتر دول بقوا دول او ميزانياتهم تعادل ميزانيات دول كبيره. يعني فعلا ده حقيقي. يعني وتمن تمن الشركه نفسه ممكن يعدي تمن بلد، ميزانيه دوله. يعني لما فيسبوك لما اشترى الواتساب لوحده ب 19 مليار، صحيح، يعني مين 19 مليار دولار؟ يعني حاجه مبلغ ضخم احنا يعني اكبر من احتياطي دوله من الدول العربيه الكبيره. ف الحاجات دي بتصرف عليها كتير وبتستخدم سواء من افراد او من جمعيات او منظمات او هيئات بقى اكبر من مجرد حتى الحاجات الصغيره زي. طيب خلينا ندخل في فكره برضو. انا شايف من احد عيوب استخدام العرب لمواقع التواصل الاجتماعي، وهم حتى الباحثين قالوا فيها، ان الناس بتحب يعني تتجمع مع من يعني بيشابههم في الافكار، اذا كانت السياسيه او الشخصيه او غيره. فلو جينا مثلا نتكلم احنا برضو من احد عيوب العرب في استخدامنا، ان مثلا انت قلت حاجه ما جاتش على هوا الاستاذ عبد الرحمن، الاستاذ عبد الرحمن يا يدخل يشتمك يا يعمل لك بلوك. خلاص. لكن فكره ان احنا نتناقش ونتفاهم، حتى فكره التناقش عندنا بتسبب مشاكل. في ناس بتزعل من بعض، في ناس بتزعل من جوازها او مراتها او ولادها بسبب زي ده. فاحنا بقينا ناخد مساوئ التكنولوجيا اكتر من استخدمها في الكويس. فعلا. يعني ده طبعا رغم ان يعني المفترض ان العكس، ان السوشيال ميديا او الانترنت والساحات المتاحه من خلالها جعلت الناس اكثر ديمقراطيه. المفترض كده الناس بقت قدرتها على التعبير وابداء الراي بقت اكبر بكتير مما كانت عليه. صحيح. وهي بتستخدم التليفون ولا بتستخدم انها تبعت لبريد الجريده ولا حاجه. لا، دلوقتي بقينا نقدر نعبر عن ارائنا ونخرج في مظاهرات مش مليونيه ملياريه في عبد زي ما شفنا 25 يناير. طبعا كانت نشاتها عن طريق الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. هدي انت حضرتك طرحت الفكره ان ازاي احرك، مش بس احرك واحد ولا مجموعه صغيره، ده حركت شعب بحاله. صحيح. وشعوب بحالها، مش يعني مصر وتونس والدول العربيه كلها اتحركت بالفيسبوك وتاثير وسائل التواصل الاجتماعي. طب فكره بقى ان احنا هنا يعني لو اتكلمنا بقى على فكره انتشار الشائعات، على فكره استخدام وانشاء تيارات فكريه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بتجمع مجموعه، يعني احنا برضو عشان نقرب الفكره للناس، داعش بيروح لها الاف من الاجانب مش العرب بس، بيستقطبوا عن طريق مواقع الانترنت الاجنبيه، مواقع التواصل وغيره، بيفهموا افكار الناس. طبعا احنا كمان مش عايزين ندخل بقى في فكره التجسس، وان احنا بننشر معلومات ممكن تضر بلدنا، هندخل فيها في الفقره يعني في وسط كلامنا. بس لو بدأنا في فكرة استخدام هذه المواقع لإنشاء أفكار وإنشاء مجتمعات فيرتشوال أو افتراضية على مواقع الإنترنت بأفكار سياسية وأفكار ربما تكون هدامة، ربما تكون كويسة. لا، ليس فقط أفكار سياسية، أفكار سياسية وأفكار دينية واجتماعية وقيم أخلاقية جديدة بيحاولوا يفرضوها علينا. يعني إحنا في فترة من الفترات، يمكن حتى أنا يمكن اسمح لي أرجع كده حتة قبل ظهور الفيسبوك والحاجات دي، لما ظهرت عندنا بدات ان احنا نحتفل مثلا بالفالنتاين داي. يعني ده كانت حاجه غريبه علينا على مجتمعنا،
عيد ليس مصري وليس ديني وليس إسلامي، لكن بدأ عبر الفضائيات إن هم ينشرون فكرة الفالنتاين داي وما شابه ذلك، يعني مش بس يعني المقصود به الفالنتاين داي، إنما الأفكار الغربية التي لا ده في حاجة كمان الهالوين الواتي واللي المدارس بتعملها، والهالوين ده أصلا عيد أمريكي يعني عيد أشباح، وبيبقى فيه هو صح فكرة ممكن تكون لطيفة ومقبولة عندهم، لكن لما أنا ربي أولادي بالذات في المدارس الخاصة ان في الهالوين نعمل نلبس بقى لبس غريب ونعمل هيكل عظمية وغيره، يعني على الأقل الفالنتاين ده هو رسالة حب. كان المقصود ان احنا بنفرض القيم الغربية او القيم غير الشرق غير العربية والدين غير صحيح الإسلامية، ونفقد هويتنا بشكل ما، ونفقد الشعوب. دي فكرة العولمة اللي كانت بدأت تظهر في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات وكده. بنبتدي نتكلم بقى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بيبتدي يظهر لنا أنماط جديدة، بيبتدي الدعوات لأفكار جديدة، أفكار بعضها يكون حلو جدا وبعد كده يتطور ونلاقي من خلالها بتطلع لنا أفكار سيئة. هل نقل مثلا احنا عندنا فكرة تمكين المرأة، فكرة جيدة جدا وكلنا بنؤيدها، تمام. تيجي مثلا مؤسسة من إحدى المؤسسات الغربية بتدعم تمكين المرأة ومن خلالها بتعمل دورات تدريبية وبتدعو ليها عبر الإنترنت، يبتدي الناس يحضر على الإنترنت وبعد كده يدعو مجموعة من هؤلاء الشباب لهم تعالوا احنا هنعمل لكم دورة في متقدمة تطوير المرأة في تمكين المرأة وستعقد في احدى الدول العربية الأجنبية. فالناس طبعا انا يعني فرصة اتفسح واروح بقى دولة أجنبية واروح طلع شباب مجموعة شباب من عندنا من مصريين، وديت من الحاجات الخطيرة جدا اللي الناس يمكن مش فاهمة خطورتها وما عرفتهاش غير بعدين. طلع مجموعة من الشباب والشابات المصريين لإحدى الدول الغربية وفوجئوا إن هناك حتى ما بيكلمهمش على تمكين المرأة، بيكلمهم على حاجة تانية خالص، وبيعرض عليهم أفلام إباحية وبعد كده بيكلمهم على شيء خطير اللي هو دعم المثليين. أو إحنا ده أنت حضرتك بتكلمني عن واقعة حقيقية شبكة التواصل الاجتماعي. حتى إحنا بدأ يغير مصطلح، إحنا كان زمان ما بنقولش كلمة المثليين، كان بيتقال عليهم الشواذ، إنما لا بدأنا نحاول نغير المفهوم شوية، نتكلم بلطف لغاية لما نبدأ نتقبل هذه الأفكار الغريبة والهدامة. لا وبعد كده يروح قايل لهم بقى إيه، أنتوا شباب، أنتوا ناس ناضجين وفكركم عالي، وده بيعرضوا عليهم من خلال سواء السوشيال ميديا أو بقى في الدورات اللي عندهم. أنتوا لازم تدافعوا عن هؤلاء الآدميين لأن دولت ليهم حقوق زيكم، تمام. ما ده برضو يا استاذ الرحمن معلش بس يعني فضل. وانسى وانت بتناقش هذه القضيه في بلدك بقى، انسى بقى تمكين المراه وانسى كل الكلام ده، لا انسى تفكير، لا ما تتكلمش من حيث ان دوت مخالف للدين ولا مخالف للشرائع ولا مخالف للتقاليد بلدك ولا اي حاجه، ده الراجل دوت له حق، فانت فناقش هذه العمليه من خلال مفهوم حقوقي فقط لا غير. فتخيل بقى حضرتك احنا هنا استغلينا، بدأنا بفكرة جميلة حلوة جدا التمكين ودوت كلنا بنأيده، لا خرج خرجنا حاجات تانية مكناش عارفين، بل ان يعني من الحاجات السيئة ان عرض على البنات المصريات وهم قاعدين هناك عرض عليهم افلام إباحية وهم عشان يوروهم ان دولت ليهم ان ده ليهم حق. ليهم حق. طيب ما ده برضو بيدخلنا في النقطة التانية اللي احنا كنا بنتكلم عليها واللي حضرتك قلت عليها، حروب الجيل الرابع. تمام. فكرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا حذرنا كذا مرة من نشر المعلومات، اخواننا اللي في الجيش، اخواننا اللي في الشرطة في الفترة اللي كان فيها اغتيالات واستهداف لرجال الشرطة وعائلاتهم. قلنا خلوا بالكم، ما تنشروش معلومات عنكم، ما تنشروش معلومات عن عائلاتكم. فكرة ان انا ممكن عائلتي تبقى موجودة، مراتي وابني وبنتي وبابايا ومامتي، فانا مثلا كاعلامي قلت حاجة ما عجبتش حد فيستخدم ده يستغل يعني يعني غير بقى المعلومات اللي احنا بنحطها. فعلا في ناس عندها مش عايز اقول هبل، يعني فعلا هي بتحط معلومات لا يجوز وضعها. يعني لو احنا نرجع للجملة الشهيرة بتاعت جمعة الشوان،
في دموع في عيون وقحة لما قالوا له ان سعر السكر وسعر الرز والكلام ده. دي معلومات بيستخدمها الغرب ضدنا. انت معايا في الفكره دي؟ طبعا ديت بالحاجات الخطيره جدا اللي احنا كمان بتستغل. يعني انا كمان انت بتتكلم على ان انا بحط معلومه سليمه ان انا رحت اجيب عيش ما لقيتش عيش النهارده. بقيت هنا عبرت ان في اتعرف في أزمة مثلا. نيجي بقى جه واحد تاني بقى لا ده يروح ينشرها بقى ان بساعد على انتشار الازمه لو هي مش موجوده اختلق ان ايه البنزين مصر زي ما الدول العربيه غلت سعر البنزين مصر هتغلي البنزين ابتداء من اول فبراير تبدا الناس تجري كلها تجيب بنزين تجيب بنزين وخزن زي برضو كان في خبر عن مثلا غلو سعر الرز فالناس تبدا تروح تخزن رز فسعر الرز يغلى يعني برضو استغلال من التجار وجشع ويهدم بقى صحيح. الاسر الضعيفه الغلبانه. طب استاذ عبد الرحمن عشان احنا فاضل قدامنا نص دقيقه رساله سريعه كده للشباب وللناس ازاي تحسن استخدام مثل هذا السلاح اللي زي ما احنا بنقول بنستخدمه في الخير ممكن نستخدمه في الشر. يعني اقولها لك في كده بكلمتين داري على شمعتك تهيد زي ما بنقول بالمصريين واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ان حافظ. وبالنسبه للمعلومات اللي بتجيلنا كل معلومه بتجيلك على عبر الانترنت لازم تتحقق منها مليار في المية مش مليار مرة مش مرة واحدة لانك انت لو صدقت المعلومة اللي بتجيلك من مصدر انت بتظن ان هو صحيح. حتى لو كان اخوك ما هو برضه مش عارف هو جاي له منين وجاي له منين وجاي له منين. احنا بنتناقل المعلومات ببساطة جدا وبنحس ان احنا صحيح. فاكرين انها صحيحة صحيح. وده وصلت للايات والاحاديث اللي ممكن تكون مغلوطه او ممكن تكون فيها مدسوسه فيها حاجات دي مهمه برضه المهمه جدا صحيح. اللي كانوا بيكونوا من خلالها ما يسبب الفرقان الكبير عشان يخلقوا قران جديد يخدعونا بيه صحيح. استاذ عبد الرحمن عثمان رئيس التحالف المصري لحريه الانترنت واستاذنا في موقع ايجي نيوز مشرف التحرير بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى الرسائل المهمه اللي انت قدمتها لشبابنا. الله يخليك شاكر جدا. مشاهدينا الكرام اكيد هذا الصباح مستمر معاكم وما زال